يعني متواطع عليه أو مدروس بينهم. مشكلة الشباب عدم احترام الشاشة وعدم احترام الرعاة، تلقاه يفتح مشروب غازي ويشرب ولا جال سنبه ولا شكلها يعني سيء جدا أمام المشاهد، وحتى تعطي دلالة عدم احترام الشاشة اللي انت فيها وعدم احترام القناة. على ما يجي باسم، هذا مدخل للكلمة الحقيقة خرجت، والحمد لله لما طلعوا فاصل على فكرة صدناهم، يعني شفت إذا ما طلعوا فاصل كيف الأمور يصير عندنا محتوى. إذا كل شيء طلعوا فاصل ضعنا، عودنا على بعض. عطوني الفيديو قبل ما يجي باسم، وحضروا لي باسم، عطونا الفيديو بالله. يسمعوا المشاهدين، يسمعوا تكفون. طلع اسمك بكره. انا لا انا وياك ترى، طلعني انا وياك تكفى. ما مشكله، احنا احتياط نخربش كذا. إيه بس القرعه دي فاشله. المقطع الفيديو اللي تبغاه المشاهد حتى لا 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 لا، هذا المقطع اللي نبغاه عشان استعجلوا فيه. اي لا لا ما عليه. بس تعيد لي المقطع معليش، خلنا نسمع احنا والمشاهدين وجمهور باسم وش قال عن القناه اللي حفر عشان يدخل ضمن متسابقيها. خلنا نشوف. انا وياك ترى، طلعني انا وياك تكفى. ما مشكله، احنا احتياط نخربش كذا. إيه بس القرعه دي فاشله. ايش اطلع اسمك بكره؟ انا وياك ترى، طلعني انا وياك تكفى. ما مشكله، احنا احتياط نخربش كذا. إيه بس القرعه دي فاشله. ايش اطلع اسمك بكره؟ انا وياك ترى، طلعني انا وياك تكفى. ما مشكله، احنا احتياط نخربش. يقول باسم بس القناه دي فاشله، يقصد قناه الواقع فاشله. عزيز سمعت؟ اي انت اول مره تشوف الفيديو صح؟ انا اي شفته قبل وشفته الحين. طيب يلا وش رايك؟ راي لا تعليق يا اخي. انت اليوم داخل القناه دامها فاشله، ايش جاي؟ وش جابك هنا يا اخي؟ دامها فاشله خذ اغراضك والله يستر عليك. دامها فاشله لا تستمر، شوف لك اي حل، سوي مشاكل، استبعد، روح برايم، ترحل، سوي لك استبعاد. مو بعاجبك المكان ليش جاي قاعد فيه؟ مو بعاجبك المكان ليش حاولت تستمر فيه؟ مو بعاجبك المكان ليش تبي تكلم فرق دعمك؟ كل شوي ناط تبي الجوال، تبي تكلم فرق دعمك، ليش؟ لا مو بعاجبك المكان، ليش قاعد تشتهد في مكان مو بعاجبك؟ بس انا ما عندي كلام زياده صراحه، الموضوع عطونا باسم. لكن انا اقول فعلا القناه فيها فشل لا شك من ذلك، واول فشلها اختيار المتسابقين امثال باسم الحقيقه. والله انا اشوف ان اختيار المتسابقين هو ما هو الا دليل على فشل هذه القناه يا باسم. فعلا انا اتفق معك، اتفق معك انها في هذه النقطة فاشلة بامتياز، اللي اختارت مثل باسم اللي هو اصلا على الهواء مباشرة قال قناة فاشلة. ولا يبريك، انا عندي كلام، ممكن ايدك وايد باسم وايد يمكن عزيز، لكن ودي باسم كيف حالك؟ خير الله يجزاك طيب، وشلونك؟ وحشك الكرسي اللي انت عليه؟ لا والله ما وحشني تبصر. طيب انت وصفت اليوم القناة بالفشل صحيح؟ لا. ها؟ أول شيء أنا سنة. مستحيل إني أوصف القناة بالفشل، هذا أول شيء. اسمع حلوة لا؟ نعم لا. ما شاف الفيديو؟ إيه إيه إيه. حلوة لا؟ الفيديو باسم؟ نعم أنا ما وصفت القناة بالفشل. عيني عينك وصفتها به. نعم أول شيء شوف أنا بقول لك شيء. أنا ما أذكر اللي حصل، لكن عموماً أنا مستحيل إني أسب القناة اللي أنا فيها. اسمع كلامك. شغل معليش يا باسم. طيب جيبه من قبل عشان أتذكر أنا ما أذكر. لا 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 هو نفسه. اسمع هو بس. واضح. عطني. عطوه ما خل. يلا. أنا وياك ترى. طلعني أنا وياك تكفى. ما مشكلة، احنا احتياط نخربش كذا. بس القرعة دي فاشلة. ليش أطلع اسمك بكرة؟ انا وياك تكفى. ها؟ طلعني انا وياك تكفى. ما مشكله، احنا احتياط نخربش كذا. بس القرعه دي فاشله. ايش اطلع اسمك بكره؟ ناطي. كيف؟ وشو؟ هذا ما لا هذا وشو؟ لا وبس. ها باسم اسمعني، انا كلامي واضح، انا مستحيل اني اسب القناه. انا اتوقع احنا الحديث كان عنكم، عن فقرتكم، لان فقرتكم فعلا ما هي بناجحه. لا ما هو عن فقرتنا ولا جيت فقرتنا. الا الا كان عن فقرتنا. لا لا ما كان عن فقرتنا والله، كان انت تقول هذه بس هذه القناه فاشله. لا لا ما هي فاشله، القناه فاشله. لا ما هي فاشله.
وانا ما قلت وانا ما قصدت القناه وانتم تدورون تبرير وانا ما عندي تبرير لذلك. روح خليك على ما انت عليه تمام روح. اي ما عندي تبرير ما عندي تبرير. لو ببرر ابرر لاصحاب الشأن. عندك نفي. انت ما انت صاحب شأن عشان ابرر لك. عندك نفي. انا ما ابرر لك ما انت صاحب شأن. انا ما طلبتك تبرر لي. انت الحين تبيني ابرر. انا سألك عشان تجاوب مو تبرير. طيب انا قلت لك كلمة واحدة لا. تقول لا. نعم. طيب انا أبرد وبتفق مع سالم وبتفق ولا بقول حاجة يا بريك ترى احمدوا ربكم اني طلعت معكم عشان رجال تعرفونه تركب محمد ما اسمع والله كيف طلع عليه وش يقول عد يا باسم اقول احمدوا ربكم اني طلعت معكم عشان تركب محمد يقول احمدوا ربكم اني طلعت معكم طلع معنا نعم. والله ايش فيه تركي محمد ابى اقول لك شيء واقول للجمهور اللي بعض الجماهير تراهم انا رجال صريح ترى ويعرفوني الناس بصراحتي وانت اولهم يا باسم تعرف صراحتي نعم. والله انك الطامر لك اسبوعين انك ميت على ذا الكرسي واني اليوم قلت للشباب جيبوه خلني اسال عن الفاشل لاني اتوقع يا باسم ما هو انت محشوم شخصك الكريم وربعك والناس اللي انت منهم لكن المحتوى اللي انت تقدمه هو والله اللي فاشل ما سألتك القناة ما هي فاشلة ما سألتك والله المحتوى محتوى أمثالك الفاشل ما سألتك على المحتوى محتوى أمثالك الفاشل إذا سألتك جاوب حاول تقدم شيء تعتز به أنت أولا عندي ثقة في اللي أقدم اسمع أقدم قصيد يجملني ويجمل جمهوري ويجمل ربعي والله ما عندك من الثقة ولا حبة تركنا من الكلام المشكلة قاعد تسقط لك اسبوعين الحين قاعد انت العظيم انا شايف حتى انك كنت بريك مشخصنها لا يا ابوي انا ماني مشخصنها ولا والله باسم ومحمد المصري وراكان وعلي كلكم سواسية عندي كل ابوكم سواسية عندي وما في ترى فيكم رجال من عندي من الطايف تراني جبت البارح تقادحت انا وياه ليش بس لاني ابغاه وابغاك وابغى الثاني والثالث يقولوا البرنامج هذاك اللي كنت فيه بريك عز الله انه برنامج مو البرنامج السابق لكن البرنامج السابق انت اول من جبت العيد فاشله ما عليه كذيب ما يدخل مع طريق الا يعرف مخرجه رجل بلا ذيب ولا شيء والله ما بلا ذيابه خلي الكلام فاضي بس قال من اول يا ذيب تفرس بياديك أديك. واليوم جاء ذيب عن الفرس عداك وجهها لعمرك طيب ما يخالف انا بقبلها على عمري لاني بسوي مثلك في فقرة البورصة بس ترى حزين ترى البورصة مناحي المشكلة ايه؟ قدام تروح يا مرزان بس ترى حزين باسم يعني في حزن لا تضغطون على في مسحة حزن ترى حزين ايه في مسحة حزن تدرون ليش حزين ليش عارفين الموضوع لا حزين على حزين من الشتاء على الخليل خليل مين ها اللي شالوا منها الرياجين المايك وعزلوه اي ما هي هنا المشكله اذا هذا اثر على انا اصل لفقره البورصه هو تحمل خصم 5000 الله من كم واحد ان 5000 الله اسمع الله 5000 يا الله من كم واحد يمسمع القرار ايه؟ انه قال استانس قال يس من الداخل ايه؟ من الداخل قال يس طيب من الداخل يا باسم من الداخل غترتك لا تطيح لا ما تطيح انها على راس رجال وعلى راس واحد واثق وعلى راس واحد ما دخل في الفشل جنناك يا رجال باسم ليش تحملت 5000 في فقره البورصه 3000 وشو 5000 خصم عليك ما هو علي انا على مناحي على مناحي ليش انت السبب ليش انا السبب في ايش فقره البورصه مناحي الاسلمي قال انا ماني شو اسمه اللهم صل محمد ما كان يبي يعطيها لأحد قبلها كان فيه مع واحد من أخويا أنا بدون ما أذكر اسمه وقال أنا ماني بردها لأحد وأنا بتحمل 5000 علي بس طيب يعني أنا أقول أنتم حتى الأهداف عندكم ضايع الرمي ضايع إيه الرمي ضايع فاشلة وأول فشل المتسابق لا 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 أنا أضمن لك أنا أضمن لك سامحني أستاذ أحمد أضمن لكم شفتوا باسم أن الأسبوع ذا اللي نجم تدرون شو السبب ذا الكرسي اللي هو جالسين عليه حسبي الله على مديرنا قام يسقط لنا ابو خلاص احنا ما عدنا نبغى باسم لانه واضح انه اصلا ما عنده حجه يقول ما قلته لا بقول شيء على ايش اسمه البث يقول فاشله وجاء سأل بريك قال قلت فاشله ليش قال ما قلته وش يقول
أنا كنت وقعت أن باسم ممكن يقول يعني أن خان التعبير أنه مثلا الإعداد فاشل أو أنه ممكن القناة فاشلة لأنهم اختاروا فريق خذها كاش. ربما زلت يعني أخطأ. ألا يعني المشكلة فيك أنت أستاذ أحمد. أنا هذا المشكلة فيك. اسمعني يا راتب. المشكلة فيك أستاذ أحمد. أيوة. معلش سامحني. سامحني قدرا وكبرا وخبرة ولكن اعتبرني تلميذ لك. أنت أخطأت. في. ليش؟ لأنك تمثل اللجنة اللي كانت. صحيح. فيها. الحين خليني. أخطأت خطأ عظيم. أخطأت خطأ عظيم في باسم وغيره. أنت ما خليتني الآن. ما مخليك. إذا ما بيخليني أنا خلاص أنهي. ما مخليك أحمد. معيش بريك. أبلستونا. أنا أضم صوتي. أنا أضم صوتي لك. أنا معك. إنها دخلنا في جدار لكن أيضا طيب. نعطيه فرصة. أنا قلت ربما يعترف أن صار خطأ ربما خان التعبير ربما أي شيء ولكن المقطع عرض مرتين 3 مرات أيه؟ قبل ظهوره وهو سامع أكيد أيه؟ وجاء قال غير صحيح عرضنا المقطع أمامه وقال غير صحيح يعني ما أدري المقطع معروض وأنا الآن اليوم بعيد بغرد بالمقطع بعد الحلقة بس أنا بقول لك ربما أنت محق تعرف ليش لأن القناة كان أحد أعضائها لجنة التحكيم اللي اختاروا واحد مثلك يمثل المتسابقين